من بيروت إلى دبي قصة طموح، بل هي قصة مثابرة بدأتها كاتيا طيار من عالم الحقوق وأكملتها في عالم الاتصالات، فولدت عربكم. بالحقيقة اختياري لقطاع الاتصالات والنشاط بهذا القطاع والعمل له بدأ من معاناة شخصية وإنسانية. طبعا أنا لبنانية وأعتز بكياني العربي كله وعشت في الخارج بالأعوام الماضية حين عانى لبنان من مشاكل وحروب دمرت بنية التحتية تبعه كاملة، وكنت في الخارج طبعا وأنا عانيت من عدم التواصل مع أهلي لفترات طويلة، وكنت بسن مبكر 18 سنة في ألمانيا ما أقدر أتواصل معهم، أعرف إذا عاشوا أو ما عاشوا بعد الحروب والقنابل والقذائف اللي كان يتعرض لها لبنان. بهذا الموقع طبعا كان إلي هيك نوع من الألم أنه لبنان بعيد كل البعد عن تطور هذا القطاع أو عن فهمه لأهميته ربما أو عن عدم قدرته. طبعا عدت للبنان وكان إلي محطة مهمة بالعام 93 حين وجدت أنه الحكومة الجديدة طبعا وكان يرأسها الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري بدأوا يطلعوا لشيل الأنقاض وعمر تعمير الطرقات والجسور، لكن انتبهت أنه في نقص كبير وعدم يعني التطلع إلى قطاع الاتصالات كقطاع أو كشبكة، ما كان يسمى قطاع الاتصالات، شبكات البنية التحتية في مجال الاتصال كانت شبه معدومة. قطاع الاتصالات العربي يحمل في الكثير من محطاته بصمات كاتيا طيار المتحمسة لتواصل الناس بلا حدود، هي التي أيقنت باكرا أن في السفر ولقاء البشر ما يتعدى السبع فوائد بكثير. هون بقول لك أنه جهودي هيدي كلها حقيقة جعلت لي بيت في كل طيارة، وجعلت لي أخ أو صديق أو محب أو إنسان يتطلع إلى جهودي بيقدرها بكل دولة أو بكل مؤسسة، لأنه بقدر إلك عشت ثلاثة أرباع وقتي أو حياتي هالأربعتاشر سنة في الطيران والسفر والبحث والتدقيق والوصول إلى المنظمات العالمية لأفهم شو بعدها شو بتفكر أين نحن على الخارطة منها. يعني العالم العربي كان جد مهمش، وكان الدول على طريق النمو حتى مش معتبرة نامية ببعض الحالات. بأفريقيا مثلا كان في دول مش وصلها التليفون، عندنا كان في التليفون هو فاكس وهو يمكن قبل تلاكس بسيط وفاكس. أنا شفت أنه الاتصال كان بقى جزء مهم من حياة الشعوب ومن حياة التنمية الاقتصادية، وهذا الشيء أنا رأيته ولمسته ربما بغريزتي، ربما بتواصلي مع المجتمع المتقدم المتطور، ربما بعلاقات البلد تنمى من السفر والمعرفة. المثابرة والجهد عنوانان طبعا مسيرة كاتيا من نشأتها طفلة في لبنان مرورا بدراستها مادة الحقوق في جامعة القديس يوسف العريقة وصولا لاستقرارها في ألمانيا، فترة شغلتها بتثقيف نفسها في مختلف المجالات. أثرت بالحقيقة بإقامتي في ألمانيا آنذاك بعد زواجي طبعا مع عائلتي بالاتصالات قديه متطورة، وبنرجع قديه شفت الفرق بين لبنان وألمانيا تحديدا وأوروبا بالعودة. هون كانت المحطة تبعي أني ثقف نفسي أكثر بحياتي في أوروبا، حصلت ثقافات عديدة وطلعت على أمور عديدة في التجارة في الصناعة. كان إلي رغبة أني أحضر ندوات دائما بقطاعات مرات ما بتعنيني، بس حال هالأمر بحياتي في أوروبا عندما عدت للبنان بعدها حتى أدخل بالحياة الحقوق فعليا، أني رافع أني أدخل مثل ما حلمت على المحاكم وأحمل ألبس الروب الأسود وأحمل القضية لمتهم أو لمظلوم. كان دائما عندي أنه حق الإنسان أنه يبرهن عن أرائه، حق الإنسان هي كلمة الحقوق ولدت بغريزتي ولداني بهالموضوع. كنت أشعر دائما أنه الإنسان إذا قاله حق بقضية ما يسكت عنا ما ينام عنا، جرأته ومثابرته ومتابعته بتوصله لأنه يبرز الحقيقة، أو ظلمه إذا مظلوم أنه يشيله الظلم عنه. من هون أنا درست الحقوق، لكن القضية الوحدة اللي أنا اخترتها أني ناضل من أجل حق المعرفة، والقضية اللي حملتها ومن أجلها رفعت في هذا المجتمع أو هذه الكرة هو كانت الكرة الأرضية، هي كانت حق الشعوب العربية بالاتصال ووصولها إلى باقي الدول كما هي تستحق من ناحية المعرفة عبر أنه يكون الإنترنت والاتصال من حقها جميعا. بهي القضية اللي رفعت لها واللي الحمد لله ربما كسبنا فيها أو بعدنا عم نناضل. أنا أبدا ما تركت لبنان، أنا حملت معي لبنان إلى العالمية بهذا القطاع، بل اعتزازي بكل بساطة ووضوح يعني واسمحوا لي أقولها أني أنا لبنانية وقمت بهذه الثورة في عالم الاتصالات لنشر المعرفة والتطور والتحسيس
للحكومات والقطاع الخاص بهذا القطاع. كنت أعتز بأن اللبنانية وأن لبنان فعلا بيلعب دائما دوره بنشر الثقافات والمعرفة. حتى وقت نشرت مجلتي هايتاك كان لبنان أكيد الدولة اللي اعتادت فيها أنه الإبداع في مثل ما بيقولوا بالنشر أو بالفكر أو بالثقافة كان دائما، وأعتذر في كل الأمة العربية مشكورة أنه كان سباق ونشر هذا في منطقته وفي محيطه العربي. من هون أنا بقول ما تركت دبي لبنان عفوا، أنا توسعت، يعني حملت لبنان معي في ضميري وقلبي وين ما بوصل بقول يعني أنا أتيت إليكم من لبنان، وهالشي قلته بعدة مؤتمرات موثقة في تونس وفي قطر وحتى في الإمارات. طلعت من لبنان بفكرة، أول شيء لبنان كان بفترة معينة يعاني من الحروب والضغوطات الأمنية، وهذا كان يحيل يعني يحول دون سفري مرات على بعض الدول ويأخرني عن أعمالي. يعني حبي للتقدم والنشاط وتوسيع أنشطتي وترابطي بالمجتمع الدولي جبرني أنه أتخذ موقع آخر، لأنه مطار بيروت مرات كتير بسكر، لأنه مرات كتير ما في طيران مباشر على الدولة اللي عم رحلة أسيوية بعيدة أقاسيا، زرت الصين وآسيا وإلى آخره بآسيا، كما زرت 7-8 دول في أمريكا وحدة، أوروبا كلها تقريبا، ودائما بداعي الاتصالات والمؤتمرات ودعوات من المنظمات الدولية وبعض الفعاليات العالمية بهذا القطاع، سواء لأقدم كلمة كون تجربتي كسيدة كانت رائدة وسباقة والأولى لبيها. بقى لبنان كان حائل، الظرف الأمني في لبنان كان يحول دون ذلك، ومرات قطع الاتصالات، اتصالات لليوم بعده يعاني لبنان من هذا الأمر. اختياري لأن يكون لي مركز غير بيروت كنت بأسف لأنه خلتني أطلع من بيروت الظروف يلي هي مرات من لبنان ذاته، يعني مثل ما بيقولوا المشكلة من لبنان مرات، عدم حفاظ السياسات اللبنانية على شباب لبنان، عدم تقديم الخدمات للمجتمع اللبناني بقطاع الاتصالات والبنية التحتية، التجاذبات مرات السياسية والمحسوبيات والتحديات اللي بتصير مرات على مستوى القطاع العام أم الخاص ما عم بتحافظ على أبناء لبنان ليبقوا بلبنان. من هون بقدر أقول لك لو بيعود لبنان كما عرفناه أيام أهلنا وجدودنا، البلد اللي فيه عزوبة العيش والبنية التحتية المتكاملة، الإنترنت السريع، التسهيلات، أقل ثورات اجتماعية وتجاذبات، أكيد بيستعيد أبنائه كلهم. لو عرفنا حفظنا على لبنان يلي عم نحلم فيه كلنا أكيد كانت دبي ولبنان اليوم بيتساووا بهذا النشاط يلي أنا كتير برحب فيه وكتير معجبة فيه في دبي، لأنه دبي من الانطلاقة اللي بدأت فيه بالرؤية العظيمة والإصرار والمثابرة استطاعت أن تكون قارة لحالة. أنا ما بعتبرها عاصمة عالمية، بعتبرها قارة دولية لاستقطاب الأدمغة والاستثمارات. سعت كاتيا لإنضاج توجهها لقطاع الاتصالات عبر توسعها في كل مجالاته ومحاولتها تغطيته من كل جوانبه، فكان مؤتمر عربكوم ومن ثم مجلة هايتك، فكانا المؤتمر الأول كما المجلة الأولى في تخصصهما في منطقة الشرق الأوسط. حتما إذن للمجلة كان علي أن أبحث عن المعلومة، وهون بدنا نذكر كتير منيح بنرجع للعام 93 مع انطلاقة أول مجلة في العالم العربي هايتك ماجازين ونشرت باللغة الإنجليزية والمعلومة مفقودة وما كان في إنترنت. هون بدنا نذكر بهالموضوع أنه ما كان في أصلا الإنترنت وارد على مستوى العالم وانتشاره، لأن الإنترنت محصور بالجيوش الأمريكية كما كان معروف عنه وبعدين توسع وأصبح للعالم واليوم في المنطقة. لكن ب 93 ما في الإنترنت أني أنا أدخل حط مثلا اسم شركة وأعمل كليك عليها وأعرف مين المسؤول، هو إذ هو تأدعي لمؤتمري أو تجيب معلومته. كان علي أنه سافر إلى البعيد البعيد، ومرات بتكت طيارة سريعة ودرجة أولى، ما أكيد مش درجة أولى، كان الدرجة دائما عادية، لأنه كان علي أن غطي مصاريفي بنفسي، ما أنا طبعا أنا لا أتكل إلى أي أحد آخر إلا بجهودي، وسافر إلى أقاصي الشرق إلى أوروبا إلى أمريكا وأتعرف على المعلومات بمجال الاتصالات وأحملها بمجلات ومراجع 40 كيلو مرات، يعني بدي أدفع
وزن تتوصل المراجع وأعطيها لناس بينشروا بيعرفوا يكتبوا بس ما متخصصين في قطاع الاتصالات، لأن مثل ما قلنا ما كان أصلا موضوع يعطي حق الجامعي أو الجامعات ما كانت تعطي هذا الأمر الكثير من حقه في العالم العربي. إذن كانت هون الصعوبة، كذلك في المؤتمر كان الصعب البحث عن وين في مؤتمر أو في مرجعية من الاتصالات اليوم أو لقاء بالاتصال لأنا أتعرف من هو المتحدث وما هي هذه التكنولوجيا وكيف نستقطبهم إلى لبنان. من هون كانت الجهود الكبيرة اللي أنا بدرت فيها، ولو ما في حقيقة إيمان بالرسالة وحب المغامرة والاطلاع والتنمية من أجل البشر أولا. حقيقة بعد المحطات اللبنانية السنوية المتسلسلة اللي بدأناها من 93 للإنترنت إكسبو للجي أس أم إكسبو للمشكلة العام 2000 حتى كانت تعنيني لأنه فيها تكنولوجيا وتطلع، وحسس الحكومة دائما إلى أهمية العمل بهذا القطاع. وجدت أنه بس أطلع مع الإعلام المشكور اللبناني المحلي أو حتى مع بعض الإعلاميين من الخارج، يعني البي بي سي من لندن اتصلوا فيه أنه هذه مبادرة متميزة اتصالات في لبنان، ولبنان بلد خارج من حربه ومثل ما بيقولوا الحلبي يدوب في كهرباء ما في عندنا كهرباء لكون عندنا اتصالات. حقيقة طلعت للعالم العربي وجدت أنه بعد الإعلام توجه لي كتير ناس من العالم العربي من الكويت من قطر من شمال أفريقيا عبر التواصل الهوائي من عبر الشاشات التلفزيون اللبنانية اللي كانت بدأت تطلع طبعا انه شو هالحدث اللي عم بيصير نحن بهمنا وكيف تطلعك لهالمنطقه ونحن بحاجه لنتعرف على الانترنت وعلى الجي اس ام وهالتنميه اللي عم تعمليها للبنان مشكور عليها في قطاع الاتصالات نتمنيها انه تكون اكثر تطلعا. قلت لهم انا مطلع على العالم العربي وهون حقيقه وضعت نصب عيني العالم العربي واطلقت الفكره بانه يكون في هذا المؤتمر العربي الدولي للمجتمع العربي كله سميته عربكوم. كان بالعام 98 أول مؤتمر في الشرق الأوسط ومعرض على هامش جمع بافيليون، يعني لأول مرة بينزل أجنحة من الدول العالمية مثل إندونيسيا مثل الصين مثل أوروبا، يعني مع الشركات العالمية في مجتمع واحد قطاع خاص وقطاع عام تحت أمبريلا وحدة كانت لردم هوة التواصل بيناتهم، كيف يتحدث الوزير والمدير مع القطاع الخاص، هل مستثمر في هذا المجال واللي بيريد إن كان عربي أم أجنبي، كيف تتقرب الشركات العالمية بما لديها من إنتاج ومن تطور في الشبكات إلى المسؤول بيتخذ القرار ولم يكن هنالك تحرير، كان كله محتكر في يد الدول والحكومات.